قطع روما رهيب. فرست هذه مجرب انت تشوي عليها كاستنا؟ هي بتسيب والله بشكوية دخلة؟ مهلجين نجرب السيجار ولا نحكي شي تاني؟ نسينا شو الحلقة اللي كتبينا شوي؟ شو هي دخلة؟ عشان نحكي رولي حج جبت لكم الحج على ساحل الكاتدرال بنص كوبا. والله غمرتني خجلتني من هلا لارجع على بيروت ما حنسى. في الواقع حج كان مشوارنا اشبه بحمله استكشافيه. في اليوم اللي قلنا فيه فلنبدا كل شيء، التجارب العديدة، الفشل، التصحيحات، شيء واحد وحيد لم يكن خياراً هو الاستسلام ولا التردد. ما كان وارد أبداً لأنه ما ترددنا للحظة. كان لدينا قوة دافعة داخلية شيء ما قدرنا شرحناه بهذيك الوقت، ويمكن هلأ مش عم نقدر نشرحه. ما بعرف كيف بلش كل هالمشوار، اللي خبرنا قصة حلوة. خذ نفس حج راجع ذكرتك. كنا في رحلة العودة من كوبا هافانا من بعد ما شاركنا بالهابانوس وورلد تشالنج. صحيح. سألتني وهلأ إلي جاوبت تعبنا ومشتاق للأصحاب للعيلة، خليني روح على البيت على الشغل. هزيت راسك وطلعت فيي مثل كأنه عم تقلي أكيد لا، شو أهبل أنت؟ معتوه بباتك حافظه لهلا بنساها أنا. من بعد ساعات قليلة نحن وبالطيارة كنا بعدنا عم نتبادل أوراق مبعثرة من الأفكار السخيفة حول ما سنفعله. كانت جميع الأوراق والأفكار هراء هبل بهبل، بس كان في شيء واحد منطقي تأكدنا منه، أننا لن نعود إلى حيث كنا في عالم السيجار. صحيح. تبدلت الأمور وتغيرنا وتغير الحال حج، وصار القديم من المحال. والله شعر. ما خطر عبالنا في الأيام الأولى أنه رح نقيم السيجار، نعطيه علامات، ننتقد السيجار. لا، لم نفعل. لقد كان ذاك من المحرمات ومن المحظورات. نحن من منطقة شغوفة حج بالمدخنين الحقيقيين، اعترف للسيجار مليان افيشونادوس. انما حتى ذاك اليوم لم يجرؤ احد على تقييم معدل السيجار او اعداد صورة للسيجار او الغوص بالنكهات او التعمق في تقطيع النكهات. كلنا شاطرين للغاية في نسخ ولصق كوبي بيست لدراسات من مراجعين دوليين والتحدث حول هذا الموضوع في دوائر مغلقة وليس علنا أو على صفحات السوشيال ميديا. بس على فكرة لي هودي النقطة اللي ذكرتها هلا هي منا سلبية، ولكن كانت هي واقع الحال بوقتها. لنرجع نكفي قصتنا، وهنيك يوم بيتصل لي وبيقول عندي فكرة جهنمية. تأينا وعرض شريط فيديو لمراجع وقال لي هيك بدنا نعمل. شعرت بوقتها بالرهبة، ما قلت شيء، ضلوا إلي يحكي وضليتني أحلام. الشيء التالي اللي قمنا فيه دغري من بعده هو إعداد منهجية، وقلنا إذا هيدا هو اللي بدنا نعمله خلينا نعمله بأفضل طريقة ممكنة. لقد وضعنا فلسفتنا وممارساتنا ومنهجيتنا وخريطة الطريق، وفوق كل شيء تعهدنا وأقسمنا أن لا نساوم أبداً على أسلوبنا، على طريقة الشغل أو على أخلاقياتنا. 3 أشهر طويلة من إعداد ووضع وضعية التشغيل مودوس أوبراندي بين قوسين الدرجات وإجراءات تنميط السيجار. صحيح. كانت ليالي متعبة طويلة، ولكن كانت أيام سعيدة.
هابي دايز. بعد مرور عام تقريبا أنشأنا نظاما أساسي ومنصة تقييم موثوقة جديرة بالثقة أو لا، نترك السنوات هي اللي تخبر عنا. اليوم هو المهم أنه وضعنا حجر أساس من الطوب وخريطة الطريق، وهذا هو أرسنا يا إلي. صح. سأل الحج يوما هل سنفخر بكل شيء عملناه؟ خلونا نستعرض معكم كيف منشتغل من خلال فلسفة بسيطة إنما بمنهجية فزة. واللبناني يا قاسم، اللبناني هو مخترع الحديث اللبق وتقنيات البيع. خوفك عليه طبعا. خلونا نستعرض أسس شغلنا. معدننا الصلب ولوننا الحلول هو لون أسس الحقيقي. من بعد ما صغنا منهجيتنا وراجعناها ووضعنا الأسس لما نؤمن به، وهي رسالة الهواة من هذا العالم، نقول نعم يمكننا أن نقيم السيجار مثل ما بقولوا بالدارج من البابوج إلى الطربوش، قادرين على أنه نعجن السيجار ونفصله بأدق التفاصيل. هلو كبير يا حاج. شكرا. ونحن قادرون أن نبادر ونكتب ونغوص في صياغة الملاحظات، الملاحظات الخاصة بنا للسيجار، ما نتذوقه. صحيح. نحن مما يلائم ذوقنا وحواسنا ومناخنا. لهيك قمنا بكتابة أبسات تقييم وضعنا ما يلي، سميناها منهجية لوس أوسوس لمراجعة السيجار. وعادة بهالمنهجية نستخدم 6 سيجار من علبتين، 3 سيجار لكل مراجع. العلبتين هن من نفس السنة، ويفترض انه من نفس الدفعة. صحيح. same batch. يدخن كل مراجع ريفيور 3 سيجار. يتم تدخين السيجار الاول كل مراجع بمفرده وبمنطقة مغلقة، حيث يمكن التحكم في تدفق الهواء ودرجة الحرارة. يتم تدخين السيجار في ساعة محددة، عادة ما تكون في وقت مبكر من الليل، وبعد ساعة واحدة من تناول وجبة خفيفة محددة متفق عليها مع المراجع الآخر. وهذا بناء على القوة المعهودة والمعروفة للسيجار، موضوع المراجع. وعادة ما يتم إقران السيجار بالماء أو الكولا أو القهوة. يتم أخذ الملاحظات بشكل فردي ومستقل باستخدام جداول تصنيف لوس أوسوس. وأخيرا يتم الاحتفاظ بالملاحظات والدرجات الخاصة بكل مراجع دون الكشف عنها. صحيح. يدخن السيجار الثاني بغضون 48 ساعة من السيجار الأول، ولكن هذه المرة بالاشتراك بين المراجعين. وكمان يجب أن تكون المنطقة المدخن بها هي منطقة هادئة مفتوحة مع درجات حرارة معتدلة وظروف جوية مناسبة. ومرة أخرى يتم إرفاق السيجار مع وجبة خفيفة، ولكن هذه المرة كل مراجع بيختار شرابه الخاص. هون تتم مشاركة الملاحظات ومناقشتها وتطبيقها. بعد ذلك بتم الكشف عن ملاحظات السيجار الأول وتبادلها وتلخيصها، ومن بعد يتم إنتاج جدول نهائي من الدرجات إلى جانب الحكم على السيجار. يتم تدخين السيجار الثالث بالمرحلة الأخيرة بوقت تصوير الحلقة في موعد ما بيتجاوز 10 أيام من آخر سيجار مدخن. لدى أي تباين كبير نحن عم ندخن السيجار بالمرحلة الثالثة، يقوم المراجعان وعلى الفور بمراجعة الدرجات قبل متابعة التصوير. ملاحظة مهمة باللوس أوسوس، ما منعتمد البلايند تيستينج، ما منشرب السيجار إلا ما منعرف شو هو ومن أي علبة. نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن البند والعلامة التجارية والمراجعات التي نقلت عن السيجار حتى يوم تدخينه لا غنى عنها لتجربتنا في التدخين. علاوة على ذلك، لا يمكن في الحياة الحقيقية عزل السيجار عن تلك العوامل المؤثرة على العقل. اللي بيقدر يعمله الأفيشيونادوس هو القيام بتدريب قدراته على التذوق مع البقاء غير متحيز، غير متأثر، وإذا كان من الممكن أن يكون محايداً عند تدخين سيجار جديد، فهذا شيء جيد. أكيد.
شددنا باللوس أوسوس بالجدول التالي اللي نحن شفناه قبل على أهمية السحب والحرق، كل واحد منهم علامته 15% من العلامة الكلية. نعتقد باللوس أوسوس أنه القضايا المتعلقة بالسحب والحرق ستؤثر على جودة تدخين السيجار أكثر من الرماد والدخان وبنية السيجار، في حين أنه النكهات الفليفرز تطبع بعمق تجربتنا ويعد الانطباع العام الأوفرول إمبريشن حاسماً عندما يتعلق الأمر بتكرار السيجار، يزن كل منهما 20% من العلامة المطلقة. تمتلك منظمتا المراجعة الدولية الأكثر شهرة نظامين مختلفين للدرجات القصوى. واحد أول منظمة الأفيشونادو هو مجال ضيق بين قوسي الدرجات يتراوح بين 86-87 إلى 95-96، بينما قام الهافويل بتمديد قوسي الدرجات وراح من 60 إلى 99. نعتقد بكل تواضع باللوس أوسوس أنه تصنيف الأفيشونادوس ربما يفتقر إلى عنصر الفروق الدقيقة، يعني النيونس، وهذا يعني أنه مدخن السيجار لن يكون قادرا على التمييز بين اثنين سيجار، واحد تصنف 89 والثاني تصنف 90، شو هالفرق؟ ولا عند الإشارة إلى درجات الهافويل يمكنه أن يربط بين سيجارين ناناتهم مفروض برايم سيجارز، واحد مصنف 60 والآخر 99. نعتقد أنه شوية مبهبط. لذلك قمنا باللوس أوسوس بتكييف مقياس أكثر توازنا حيث يتم وزن كل السيجار المستعرض ضمن شريحة لا تتعدى 25% من المقياس المطلق تقريبا ربع، شيء يتراوح بين 72-73 و 97-98، حيث السيجار الذي يتخطى 75 ما فوق هو سيجار برضو جيد، 80 وما فوق هو سيجار جيد جدا، 85 وما فوق هو سيجار استثنائي، 90 وما فوق هو سيجار سوريالي رائع، والقليلة النادرة التي سيتم تصنيفها أكثر من 95 هو سيجار لا تشوبه شائبة، وهذا تفسيرنا للسيجار الكلاسيكي. يعطيك العافية، مرافعة جيدة جدا أستاذ إليك. تسلم. قادر حس بحماسك الذي لا يهدأ وقوتك اللي هن مستمدين من الدببي. حلوة. أحسنت يا صديقي، أنت حقا أوسو أصلي. يا ويلك. وحتى حلقة جديدة من سلسلة حلقات الـ ABC أو الألف باء باللوس أوسوس، نطلب منكم متابعتنا وشكراً.